السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 261، الله يعطيكم العافية. مع فيديو رقم 19 بعنوان The Laws of Sines and Cosines. بداية نذكر مع بعضنا كيف نعرف الساين والكوساين لزاوية حادة. Let theta be an acute angle with vertex A. Take any point C on one of the arms of the given angle and then drop a perpendicular BC on the other arm as shown. عندي زاوية A. اخترت أحد الأرم هذا. اخترت بأنه نقطة اسمها C. نزلت عمود على الأرم الثاني. سميتها B. فهلأ ساين ثيتا بتكون BC على BA، BC على AC، كوساين ثيتا تساوي BA على AC. ساين ثيتا كنت يسموه زمان المقابل على الوتر، كوساين ثيتا المجاور على الوتر. لكن مفهومنا احنا في 251 في الثيوري كنت تعرفوا انه لازم الفانكشن يكون well defined. ممكن واحد يقول شو ضمني اني لما ارفع الزاوية من هون نقطة ثانية سي برايم وانزل عمود، فحسب التعريف انه سي برايم بي برايم على سي برايم اي هي الساين، بي برايم اي على سي برايم اي راح تكون كوساين. هل القيمة تغير؟ اذا كان الفانكشن ويل ديفاين المفروض ما تتغير. اذا لاحظ هون زي ما حكينا لكم هاي كوساين ثيتا وهاي ساين ثيتا. الان these functions are well defined. Indeed, if C prime is an annular point on the same arm containing C, then a drop a perpendicular B prime C prime مثل ما عملنا. فتحقق الآن إنه BC على AC اللي هي sin theta اللي عرفناها بالطريقة القديمة هي أول الطريقة الأولى باختيار C، هي نفسها B prime C prime على AC prime. وبنفس الوقت BA على AC كوساين نفسه B برايم A على AC برايم. فهو تقريبا المبدأ اللي كنا قواعد كنا استخدمناها سابقا في السيميلاريتي، فسهل تتحقق منه والجواب راح يكون as correct. Extended law of sines. In triangle ABC لاحظ هون عندي زاوية A، الضلع المقابل لها A small، زاوية B، الضلع المقابل لها B small، زاوية C، الضلع المقابل لها C small. فالنظرية بتقول A small على sin big A تساوي B small على sin big B وتساوي C small على sin big C، وأيضا هذا كله يساوي 2 big R. إيش هي R؟ احنا بنعرف ان كل مثلث نقدر نرسم دائرة تمر بالرؤوس اللي سميناها سيركم سيركل. اوكي، هذا السيركم سيركل الراديوس له سيركم راديوس لهذه الدائرة بيكون 2 بيج ار، السيركم راديوس بيج ار 2 في 2 بيج ار، وير ار از سوري اون سيركم راديوس. سيركم البرهان let BD be a diameter of the circle as shown. هاي BD هاي القطر. لاحظ نزلنا هون BC الأصلي، أنا عندي مثلث ABC بالأساس نزلنا هون. تلاحظ الآن ما يلي إن هاي الزاوية راح تكون 90 درجة لثاليس ثيرم، إنه زاوية مركزية وزاوية محيطية، فراح تكون هاي 180 هاي 90 درجة. وأيضا حسب بعض تعلمنا إنه زاوية A هاي هي نفس زاوية B، لذلك إذا we have angle BCD equal 90 درجة and زاوية A تساوي زاوية BAC وتساوي زاوية BDC، hence A small تساوي BC وتساوي BD sin A. هي اللحظة خلينا مثل هون برضو نكون مركزين. هلا لاحظ انه هاي بي سي وهاي دي، اوكي،
لذلك ساين دي هي المقابل على الوتر اللي هون عندي A small على 2 big R. أوكي؟ لذلك A small شو راح تكون؟ عبارة عن 2 big R في ساين دي. لكن قلنا دي هي نفس A فبيكون نفس ساين دي. لذلك لين A small تساوي 2 big R هي أصل ساين دي. بس لأنه ساين دي تساوي ساين A المفروض أنا هون خطوة حطيتها بالنص هي اللي حكيتها. اللي تساوي ساين A دي نفس ساين دي فاثنين R ساين دي. هلا A small صار اثنين big R ساين A معناها A على ساين big A تساوي اثنين big R. نفس الطريقة تقريبا ممكن تحمل تثبت إنه B على ساين big B تساوي اثنين big R وC على ساين big C تساوي اثنين big R ونتيجة لذلك نصل لهذه الحلقة. The law of cosines. In triangle ABC, we have C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine C. هذه مثلث قائم المثلث هذه. فC squared سوف A squared plus B squared ناقص 2AB cosine C. البرهان راح نقسم ثلاث حالات. أول شيء إذا if angle C تساوي 90 درجة فcosine C تساوي 0. لذلك C squared تساوي A squared زائد B squared هي رجعت فرضية الدغوات ثيرم وهي برهناها سابقا ممكن أعطينا إلها ثلاث براهين مختلفة. أيضا الزاوية الآن صار عندي حالتين، حالة إنه زاوية سي أكبر من 90 أو زاوية سي أقل من 90. زاوية سي أكبر من 90 صار ممكن أصعب شوي فبرح أبرهنها، وزاوية سي أقل من 90 راح أخليها هومورك. إذا زاوية سي أكبر من 90 هي هون هاي زاوية سي أكبر من 90. فلاحظ شو اللي راح أعمله، بدي أحكيه بعدين نشوف المكتوب. بننزل راح يكون لما أنزل عمود أو ارتفاع من رأس A ما راح ينزل على BC راح ينزل على امتداده هون. وخلي المسافة بين C وبين التقاء BC امتداده مع العمود المسافة هاي نسميها X. فهذا الارتفاع سميه H. هذا الـ H لاحظ عندي مثلثين قائمات زاوية. ممكن انظر لاكثر بي على انها c سكوير ناقص a بلس x سكوير، وبنفس الوقت ممكن انظر لها b سكوير ماينس x سكوير. وهذا اللي عامله هون c سكوير ماينس a بلس x سكوير equals b سكوير ماينس x سكوير. فك التربيع بصير c سكوير ماينس a سكوير ماينس 2ax ماينس x سكوير equals b سكوير ماينس x سكوير. x سكوير مع x سكوير بتروح and so c سكوير ماينس a سكوير ماينس لاحظ 2ax انتبهوا لي هون 2a هاي x. x اذا انتبهتوا لها هون لو قلت لك كوساين هاي الزاويه، هاي الزاويه اللي هي 180 ناقص c، يعني هاي زاويه c سميناها، فهي زاويه 180 ناقص c شو بتكون؟ هي عباره عن x على b. لذلك x راح تكون عباره عن b في كوساين هاي الزاويه هاي b في كوساين 180 ناقص c. هذا كله يساوي b سكوير. This means that angle a سكوير بصير زائد، هاي بصير زائد، بصير زائد 2ab كوساين 180 ناقص c. من خواص الكوساين نعرفها انه كوساين 180 ناقص c لاحظ كان زائد، بس هاي عبارة عن ناقص، ترجع ناقص 2ab كوساين c. اوكي؟ The case where زاوية c أقل من 90 is homework. نتركها لكم as comment. هذا كل ما لدينا هذا اليوم. يعطيكم العافية وإلى اللقاء مع فيديو جديد.